تفضلي. شهر متزوجين معه. نعم. ومن بعد قال لي راح نجيب عمره. شحال في عمرك انت؟ عندي 43 سنة. 48؟ 43 واخوي. 43 ايه؟ كي جيت نهضر مع خالي، انا جيت لبيت خالي. كيفاه كيفاه؟ قلت لك انا جيت عند خالي، انا جابني عند خالي. داك عند خالك، ايوا. قاليني رايح للعمره، وكي تجيب العمره نجي نديك. ومن بعد ما رجعش ليك؟ من بعد ما رجعش ليك؟ مش قلت خويا؟ ومن بعد ما رجعش ليك؟ ما رجعش لي يا خويا، كفى علي بعثيه، قعدت 45 يوم في العمره، كي ما هدرش معايا كاع، كي جيت هبطت علي مصر وجيت هكذا. كي راح كي جيت العمره قعد 10 ايام، بعثت لي فوكاسي تاع الدار الشرع. ودروك رداني بلي مريضه، انا ما فيا والو استاذ. بغي نسقسي خويا كاين ديال ظروف. ما عندكش اطفال معاه حتما؟ ما عنديش الاطفال خويا. لا ما عندكش. هذا كي راح العمره كي راح العمره باش يتسقم عاود. لا وراء قال لي كي نرجع قال لي نبدا قال لي كي نجي من العمره نجي نبدا نرجعك لدارك. كي رجع هو من العمره قعد هضر كي جا هضر مع خالي، قعد 10 ايام هضر مع خالي، قال له غدوه ولا ما غادي نجي نديها. ومن بعد كي من غدوه هذاك بعثنا الفصافي لدار الشرع. بعثت ورقه؟ واه بعثت ورقه لدار الشرع، انا البرج بن عامر. تزوجتي معاه شهر ونص؟ تزوجتي معاه شهر ونص، وزيد نفوس حاطني مريضة، وأنا أستاذ ما فيا والو، الحمد لله يا ربي، يعني ساهية مع ربي سبحانه، وحاجة ما تسعش فيا. كيفاش مريضة؟ وش يقول عليك هو؟ قال في الفراش، قال في الفراش مريضة. وش قالهم؟ قال في الفراش، قال في الفراش مريضة. مريضة، دوك نجاوبك. مادام رفع عليك دعوة طلاق سيعتبر الطلاق تعسفي، لأنه ما يقدمش أسباب واقعية وفعلية، مجرد كلام، لأن موانع الزواج مذكورة وأسباب التطليق مذكورة، والقرائن اللي ممكن يستعملها الزوج باش يطلق زوجته معروفة. أما مجرد الكلام اللي تقوله الزوجة ويقوله الزوج، هذا كله مجرد كلام ما عنده حتى معنى، لا يرفع ولا ينزل من مقام الزوج أو الزوجة. سيعتبر الطلاق تعسفي، يعني أحيانا ما نتبعوش واش كاين في المحاكم. هذا الزوج تزوج بك شهر ونص، ومن بعد راح للعمرة لمدة 45 يوم ورجع ما حوش عليك. يعني العنوان واضح، الرجل لا يريدك، والعلاقات الزوجية قبل ما تكون دفتر عائلي وقبل ما تكون عقد زواج هي ميثاق أخلاقي بين رجل ومرأة لبناء أسرة، أنا نسميها شركة مدنية، لأنه شراكة بين الزوج والزوجة على متاعب الحياة. إذا كان هذا الزوج لا يريدك، لا أعتقد بلي ننصحك أنك تستمر في هذه العلاقة، لأن كل شيء يظهر من خلال الشكل. ارفع لك دعوة قضائية تطلبي حقوقك، وهي حقوق بسيطة للأسف، مرتبطة بمقابل الطلاق التعسفي، نفقة الإهمال ونفقة العدة. بدون أولاد ليست هناك أي نفقة غذائية للأولاد أو مقابل إيجار، يعني تعودي ترجعي لداركم كأنك كنت في رحلة أو عطلة سياحية لمدة شهر ونصف. للأسف هكذا ينظر بعض الرجال للمرأة عند الزواج،